في ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر منه. قال: ما صحة الحديث الوارد أن الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء يكون مستجابا؟ جاء في ذلك حديث أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه رجل لا يحتج به، فلا يصح في هذا الباب شيء. وأوقات الإجابة معلومة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في الثلث الأخير من الليل ودبر الصلاة وبين الأذان والإقامة، وللمسافر والمظلوم والصائم، ودعاء الوالد لولده ونحو ذلك في الساعة الأخيرة يوم الجمعة وفي السجود. وأما بين ظهر وعصر يوم الأربعاء فلا يثبت. يقول: هل يجوز أن تشتري شيئا مسروقا؟ إذا علم أنه مسروق فلا يجوز أن يشتريه، لا يحل ما